نشرة الأخبار عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار وأبرز عناوينها. هدوء حذر في اطمنهنت بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على منطقتي سمن واطمنهنت وسط أنباء عن تراجع قوات بن نايل إلى محيط براك الشاطئ. مسلحون مجهولون أو مجهول الهوية يقتحمون منزل الصديق الكبير بطرابلس، وموظفو المصرف المركزي يصفون الحادثة بأنها حملة ممنهجة ضد مؤسسات الدولة. إغلاق خطوط ضخ النفط والغاز التابعة لحقل الوفاة تتسبب في هجرة كميات كبيرة من الغاز نحو الجانب الجزائري، وتكلف ليبيا 9,800,000 دولار يومياً. سيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني بشكل كامل على منطقتي سمن واطمنهنت شمال شرق مدينة سبها، كما أكد الناطق باسم غرفة عمليات الطوارئ الجوية محمد جنونو في تصريح خاص لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الطريق الرابط بين كل من سمن واطمنهنت وسبها مفتوح حاليا بعد أن تم تأمينه بالكامل. كما أشار جنونو إلى أنه لم يتم تنفيذ أي طلعات جوية اليوم، منوها إلى توقف الاشتباكات منذ صباح اليوم. وقال المتحدث باسم الكتيبة 201 مشاة الوليد سالم في مداخلة سابقة أن الأوضاع الميدانية تشهد هدوءا حذرا اليوم، مؤكدا عدم تسجيل خسائر بشرية في صفوفهم خلال الاشتباكات الأخيرة. منذ الصباح تشهد هدوء حذر بعد تراجع قوات ما يسمى باللواء 12 إلى محيط براك الشاطئ. المعلومات التي أنهم تراجعوا إلى قاعدة براك بعد قصف عنيف أمس في المساء، ثم رجعوا بعد هجوم على بوابة السمن. من جانبه نفى الناطق باسم اللواء 12 الموالي لعملية الكرامة محمد لفيرس سيطرة القوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق على منطقة سمن شمال شرق مدينة سبها، مؤكدا استمرار سيطرتهم عليها. وأوضح لفيرس لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قواتهم فقدت بعض المواقع إثر تراجعها شرقا من قاعدة اطمنهنت الجوية، مشيرا إلى توقف الاشتباكات منذ صباح اليوم. فند رئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل الهضبة خالد الشريف صحة المعلومات التي تتداولها مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة رئيس الاستخبارات في النظام السابق عبد الله سنوسي أو سوء أحواله الصحية هو وباقي النزلاء. ونوه خالد الشريف في مقابلة أجرتها معه قناة ليبيا لكل الأحرار بأن مؤسسة الهضبة تلتزم في تعاملها مع السجناء بالنظام واللوائح التي يقرها القانون الليبي، وأنها على تواصل مستمر مع الأخصائيين الطبيين ووزارة العدل والنائب العام حسب قوله. طبعا بالنسبة للموقوف عبد الله السنوسي لا صحة للإشاعات التي تتناولها وسائل التواصل الاجتماعي حول خبر وفاته، يتمتع بصحة جيدة وما زال موجود موقوف في هذه المؤسسة بأمر من مكتب النائب العام، وكما تعلمون لديه حكم صادر من المحكمة بالإعدام، وهو الآن قدم استئناف للمحكمة العليا وما زالت المحكمة العليا ما يعني تحت النظر في هذا الحكم، لكن موجود في المؤسسة ويتمتع بصحة جيدة. طبعا بالنسبة للمؤسسة هنا فيها عيادة ما يعني متخصصة في متابعة الموقوفين، وعادة نحن أي موقوف يأتي لهذه المؤسسة مباشرة يفتح له ملف طبي من اليوم الأول، تجرى له التحاليل الطبية لتشخيص حالته الطبية، وإذا كان يحتاج إذا كان مصاب بأي مرض أو يتناول في أدوية مباشرة يفتح له ملف طبي والأطباء اللي في العيادة يقوموا بمتابعته. إذا حالة المريض مثلا في أثناء وجوده في المؤسسة تعرض لوعكة صحية مثلا عادة يعني يتم متابعتها وتشكل له لجنة طبية، ونحن نقوم بتوفير يعني ما يحتاجه هذا المريض. نتواصل مع المستشفيات الحكومية وكذلك مع العيادة الخاصة، و يعني قمنا بإجراء عديد العمليات في عدة مستشفيات سواء المستشفيات الحكومية والعيادات الخاصة حسب حالة المريض وحسب توفر الخدمة الموجودة. فهذا طبعا نراه نحن من مهام المنوطة بالمؤسسة اللي هي المحافظة على الموقوف وعلى صحته وتوفير ما يحتاجه من رعاية صحية.
اعتقد ان مؤسسة الاصلاح والتأهيل الهضبة من اكثر المؤسسات اللي 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 يعني تواصلت مع المنظمات الحقوقية وقامت بزيارتها منظمات حقوقية. يعني بشهادة الـ Human Rights Watch قالت انها جلست مع الموقوفين في سجن الهضبة لوحدهم وتحدثت معهم بصراحة، ولم يحدث هذا في اي مؤسسة إصلاحية او في اي سجن اخر في ليبيا. ويعني نحن لم نقفل ابواب المؤسسة المنظمة الحقوقية سواء كانت المحلية او الدولية، بل بالعكس نحن ليس لدينا شيء نخفيه في هذه المؤسسة، عملنا كله وفق القوانين المعمول بها وفق اللوائح المعمول بها في المؤسسات الليبية. ويعني نتمنى دائما يعني نتقدم احسن فاحسن في 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 الخدمات المتوفرة في المؤسسة. بالنسبة طبعا للموقوفين في داخل المؤسسة الإصلاح والتأهيل الهضبة، سواء كان شخصية من شخصيات النظام السابق، مسؤول كبير مسؤول صغير، مواطن لديه مثلا تهمة أو أي شيء، مواطن عادي ولديه تهمة وقام يعني بموقوف هنا بتعليمات من مكتب النائب العام، فهم في هذه المؤسسة سواسية في المعاملة. الزيارات الشهرية موجودة لكل الموقوفين جميعا، ما في احد الا لديه زياره شهريه. الموقوفين لدينا بعض الموقوفين المسؤولين في النظام السابق اهاليهم وذويهم خارج ليبيا نوفر لهم في اتصالات هاتفيه لاطمئنان على ابنائهم وزوجاتهم. كذلك مسموح لهم بالاطلاع على الوسائل الاعلاميه اللي هي الجرائد، تصلهم الجرائد، كذلك تصلهم المواد الغذائيه يعني مسموح لهم في اثناء الزياره باحضار المواد الغذائيه من اهاليهم. كذلك لهم يعني ساعات التشميس الضروريه ايضا يعني يتواصل موجوده في 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 نظام المؤسسه. فجميع اللي ما يتطلبه الموقوف من رعايه او من اهتمام او يعني موجود في اللوائح الليبيه نحن نقوم بتنفيذه على الموقوفين سواسي. يعني اعتقد جميع ما نستطيع ان نوفره للموقوفين قمنا بتوفيره، ونتواصل مع وزاره العدل في توفير ما فيما نحتاج اليه من نقص. لا شك ان نحتاج لدينا نقص في بعض المعدات الطبيه، وقمنا بمراسله وزاره العدل في 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 توفير هذه المتطلبات وهي قيد الاجراء باذن الله تعالى، لان احيانا بعض المعدات الطبيه لو عندما تصبح يعني متوفره موجوده في داخل المؤسسه تسهل عمليه الكشف الدوري للموقوفين بدل من نقله الى خارج المؤسسه للمصحات او المستشفيات، وما نتيجه الظروف الموجوده في الامنيه احيانا يتعدى ذلك. فنحن لدينا عده طلبات قدمناها للوزاره وهي الان يعني بصدد الموافقه عليها واحضارها ان شاء الله. نسعى لانشاء عياده متكامله في داخل المؤسسة فيها جميع المعدات الطبية وفيها جميع الطاقم الطبي، بحيث انها نريد ان نصل لمرحلة انها ان الموقوف يعني ما يحتاج انه يخرج خارج المؤسسة، يعني جميع الاشياء متوفرة المعدات، واذا اضطر الامر حتى اجراء عمليات جراحية احضار الاخصائيين والاطباء المختصين واجراء العملية في داخل المؤسسة عندما تتوفر هذه الامكانيات. أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرارا يقضي بإنشاء هيئة أو هيئة السيطرة والقضاء على أن تكون تبعيتها لقيادة قوات عملية الكرامة. وقال المستشار الإعلامي لعقيلة صالح فتح المرمي أن الهيئة تتكون من جهاز التفتيش العسكري وإدارة الشرطة العسكرية والسجون وإدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة القضاء العسكري وإدارة المحاسبة المالية، موضحا أن تبعية جهاز المباحث العامة وإدارة المنافذ وإدارة الأمن المركزي إضافة إلى الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب ستكون تحت إشراف القيادة العامة لعملية الكرامة بشكل مؤقت، وذلك حتى انتهاء العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب وفق تعبيره.
وعلق الباحث على في الشأن القانوني والسياسي محمود إسماعيل في نشرة سابقة بأن قرار عقيلة صالح بإنشاء هيئة للسيطرة والقضاء في تفعيل القانون قرار فوضوي لا يحترم التشريعات وفصل السلطات، معتبرا هذا القرار محاولة جديدة لإرباك المشهد الليبي. هناك كلما تقدمت الدولة وحاولت لملمة الجراح، كلما حاول إرباك المشهد، ضم جميع الأشياء، ضم الإجراءات القضائية وإجراءات السجون وما يتعلق بالمنافذ، ومن أعطاها أعطاها لكرامة. وما هي الكرامة؟ إنهم عبارة عن مجموعة أو عصابة تحاول قدر الإمكان نو تزويق أنفسها وسرقة الوطن والضحك على الذقون. أفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني باقتحام مسلحين مجهولي الهوية منزل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ليلة البارحة بمدينة طرابلس. وأوضح المصدر الأمني نفسه الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن أحد أفراد عائلة الصديق الكبير أبلغ مركز شرطة زاوية الدهماني باقتحام 15 مسلحا يحملون أسلحة خفيفة للمنزل، وقاموا بسرقة مجموعة من السيارات وأسلحة الحراسات الخاصة ثم لاذوا بالفرار حسب قوله. ونوه المصدر الأمني في وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إلى أنه لم يرد في البلاغ أي معلومات عن وجود الصديق الكبير أو أحد أفراد أسرته لحظة الهجوم. في السياق، دان مديرو الإدارات والأقسام والموظفون والعاملون بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس الاعتداء على حرمة منزل محافظ المصرف الصديق الكبير، واعتبر بيان العاملين بليبيا المركزي الذي نشره الموقع موقع المصرف المركزي أن ذلك الاعتداء يأتي في سياق حملة وصفها بالممنهجة تهدف لإسقاط ليبيا المركزي لإسقاط مصرف ليبيا المركزي وتخريب مؤسسات الدولة حسب وصف البيان. وأوضح العاملون بمصرف ليبيا المركزي في بيانهم أنهم مصرون على حماية هذه المؤسسة، مؤكدين أن ذلك يؤذي الوطن والشعب أكثر مما يؤذي فردا أو يهدد وظيفة حسب تعبير. حذرت المؤسسة الوطنية للنفط تبعات إغلاق خطوط ضخ النفط والغاز التابعة لحقل الوفاء، موضحة أن العملية تساهم في هجرة كميات كبيرة من النفط والغاز نحو الجانب الجزائري نتيجة الاتصال المكمني بين حقل الوفاء الليبي وحقل الرار الجزائري. وأضافت المؤسسة عبر موقع رسمي أن إعادة تشغيل الحقل سيكلف الخزينة العامة للدولة مبالغ طائلة فضلا عن الالتزامات والتعويضات والغرامات المالية واجبة الدفع للمقاولين الأجانب. وأوضحت المؤسسة أن إغلاق خطوط حقل الوفاء يؤدي إلى خسارة تقدر ب 9,800,000 دولار يوميا، وكان حقل الوفاء قد توقف عن العمل في منتصف مارس الماضي بعد أن أغلقت مجموعات مسلحة خط أنابيب يربطه بميناء مليتا. رأى الباحث في شأن الاقتصاد رجب خليل في نشرة سابقة أن تكرر قفل خطوط النفط والغاز التابع لحقل الوفاء يشكل خطورة كبيرة على الاقتصاد الليبي، خاصة مع اتخاذ بعض القرارات الخاطئة كمكافأة الجماعات المسلحة التي تعطل الإنتاج النفطي. الظرف مثل الذي نحن فيه دولة ليبيا من عدم سيطرة على المؤسسات وانهيار للبنية الأمنية للبلاد، بالطبيعي أن يكون هناك خلل في توازن استغلال هذه المكامن، وقد تنتج عن استغلال سيء أو سوء إدارة يسبب أضرار للطرف الثاني، ومن حق الطرف الثاني كما يرى أن يستمر في استغلال هذه المكامن. وأعلن مساعد مدير عام الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء عبد الرحمن شيوب بدء طرح الأحمال على مدن غرب البلاد لعدد من الساعات إثر استمرار قفل خط صمام الغاز لحقل الوفاء المغذي الرئيسي لمحطة كهرباء رويس. وأوضح شويب لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قفل خط صمام الغاز تسبب في خروج كامل محطة كهرباء رويس عن الخدمة بعجز إجمالي بلغ 700 ميجاوات، لافتا إلى أن ذلك العجز كان يغطي أكثر من حاجة الشبكة حسب قوله.
لمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري. سيد التكوري، كيف أثر إقفال خط صمام الغاز لحقل الوفاء المغذي الرئيسي لمحطة كهرباء أرويس على القدرة الإنتاجية للشبكة العامة للكهرباء؟ سيد التكوري إذا كنت في الاستماع. اسمح لي، في الوقت الذي تبذل فيه الشركة العامة للكهرباء كل الجهود لأجل توفير الطاقة الكهربائية للوطن والمواطن وتلبية لكل الاحتياجات تلافيا لأي عجز قد يحدث ويؤدي إلى اللجوء إلى عملية برنامج طرح الحمل، غير أنها كثيرا ما يواجهها عقبات ومصاعب تربك العقل في محطات الإنتاج وتقديم الخدمة اللازمة والمطلوبة من القطاع. ولكن قيام مجموعة مسلحة بقفل صمام الغاز الرابط بين محطة الجبل الغربي الرويس وحقل الوفاء منتصف الشهر الماضي أفقد الشركة العامة للكهرباء 700 ميجا وات من محطة الرويس وخروج جميع وحداتها الإنتاجية عن الخدمة، كما أن هطول الأمطار الغزيرة وسرعة الرياح يوم أمس أدى إلى قفل ثلاثة للهواء في الوحدة الأولى والرابعة بمحطة جنوب طرابلس وفقد 160 ميجا وات ووحدتين إنتاجيتين بمحطة الخمس بقدرة 260 ميجا وات مما سبب. طيب إذا في 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 إطار هذا الفقد الذي أشرت إليه سيدة تكوري، نعم سيدة تكوري، إذا ما هي الحلول البديلة في حال استمرار إقفال خط الغاز المغذي لمحطة كهرباء أرويس؟ أولا اسمح لي أن أتوجه إلى المجموعة المسلحة التي قامت بإقفال صمام الغاز بمنطقة جويبية، أقول لهم من أجل أطفال الحضانة في المستشفيات، ونعرف جميعا أن المستشفيات ليس لديها مولدات خاصة، ومن أجل ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أجل الأطفال وكبار السن الذين بحاجة إلى كهرباء دائم، أقول لهم إذا كان لديكم ضمير حي يجب أن تقوموا بفتح الصمام الليلة وليس غدا، والكلام موصول إلى حكماء. طيب وضحت الصورة سيدة تكوري في هذه المسألة، لكن هل هناك حلول مستعجلة؟ لكل الليبيين ولا يصح أن تساوم به مجموعة لأغراض شخصية على حساب 6 مليون. طيب شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري. لا تزال أزمة ارتفاع أسعار المواد التمويرية تضرب بقوة في أسواق مدينة طرابلس وتثقل كاهل المواطن. ردود فعل المواطنين وقراءاتهم المختلفة للأسباب التي أدت لارتفاع الأسعار في التقرير التالي. المشهد الاقتصادي والمعيشي في العاصمة طرابلس صورته لا تختلف عنه في باقي مدن البلاد، فارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي وقلة توفر السيولة في المصارف التجارية زاد من ارتفاع الأسعار لأضعاف عدة، وهي أبرز المشاكل التي أثقلت كاهل المواطنين وقللت من القدرة الشرائية لديهم. تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في تداولات السوق الموازية سقف 8 دينار ليبي، وتغيرت من بعده الأسعار بشكل غير ثابت، ما خلف ركود في حركة البيع والشراء، حيث يشتكي المواطنون مؤخراً من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والتموينية بالبلاد بسبب عدم توفر العملة الصعبة في الأسواق وارتفاع الدولار في السوق الموازية، استغلال بعض التجار وارتفاع العملة الأجنبية وهلبع عوامل، لكن الأساسية دائماً ارتفاع الدولار. اللي جاي يقول لك الدولار غالي، ما فيش حد يعني تشبع فيها عند سيولة، ما فيش ومصارف كل هذا اللي يجي يسأل على البطاقة بس. لابد من الدولة أن تضع سياسة معينة تحد من التهريب، موازنة الأسعار لازم يلعب دوره. وتؤكد مصادر من داخل العاصمة طرابلس ارتفاع أسعار الخضروات وبعض المواد الغذائية إضافة إلى تهريب هذه البضائع خارج البلاد، محذرة من كارثة اقتصادية. تعليقا على ارتفاع الأسعار ونقص السيولة وارتفاع الدولار، معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس أستاذ الاقتصاد بجامعة طرابلس أسامة الأزرق. سيد الأزرق، هل ما زلنا نتوقع الأسوأ اقتصاديا؟ في البداية تحية طيبة لك ولقناتكم الموقرة والمشاهدين الكرام. نعم، في الحقيقة الوضع الاقتصادي في ليبيا وضع كارثي، نشاهد يوميا تزايد في
في سعر الدولار في حادثة غير مسبوقة طول الاقتصاد الليبي، وهذا في الحقيقة ينذر بأوضاع اقتصادية لا قدر الله أن هي سوف تزداد سوءا في ظل وجود حلول، في ظل وجود سياسة نقدية من مصرف ليبيا المركزي، سياسة نقد مالية من وزارة المالية، في غياب الحكومة. طبعا الوضع يزداد سوءا للأسف يعني. طيب، هل ما زال كل العوامل تؤكد ذلك؟ نعم سيد الأزرق، هل ما زال لليبيا الوقت لتصحيح الأمر، وما هي الخطوات التي يجب أن تتخذها الدولة؟ وفي نقاط، نعم لازال الوقت لحل التشوهات اللي شهدها الاقتصاد الليبي، يعني وجود الرقابة على التهريب الذي سبب في ارتفاع أسعار الخضار وبعض المواد الغذائية، وضع حلول لمشكلة الأسعار، سعر الدولار. يعني نحن ننادي بأن يجب تعديل سعر الدولار، مش معقول يكون سعر بدينار 41 قرش وهناك سعر يتجاوز 8 دينار. الرقابة على الاعتمادات، رفع الدعم على المحروقات، وضع رسوم جمركية على السلع المستوردة، رقابة على الأسعار، تفعيل صندوق الموازنات للأسف شهر رمضان على الأبواب، ولم نشاهد أي بدء فعلي لصندوق الأسعار وهو تقديم سلع مدعومة للمواطن. كذلك حل مشكلة السيولة، تفعيل نقاط البيع، الرقابة على بعض المعاملات المالية المشبوهة كالصكوك المصدقة وغيرها. نعم. طيب، وضحت يعني الفكرة. لازال هناك شكرا جزيلا مساحة لوضع حلول. نعم، وضحت الفكرة، شكرا جزيلا لك أستاذ الاقتصاد بجامعة طرابلس أسامة الأزرق. نشاطنا متواصلة وفيها الشاعر والروائي هشام مطر يفوز بجائزة بوليتزر الدولية في مجال الأدب عن روايته العودة التي توثق 30 عاما في المهجر زمن نظام القذافي. هدوء حذر في اطمنهنت بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على منطقتي سمنو واطمنهنت وسط أنباء عن تراجع قوات بن نيل إلى محيط براك الشاطئ. مسلحون مجهول الهوية يقتحمون منزل الصديق الكبير بطرابلس، وموظفو المصرف المركزي يصفون الحادثة بأنها حملة ممنهجة ضد مؤسسات الدولة. إغلاق خطوط ضخ النفط والغاز التابعة لحقل الوفاة تتسبب في هجرة كميات كبيرة من الغاز نحو الجانب الجزائري، وتكلف ليبيا 9,800,000 دولار يوميا. يعاني عدد كبير من المهاجرين الليبيين لأسباب سياسية في دول الجوار وخاصة تونس مع أوضاع إنسانية صعبة، وقد عبر بعضهم عن رغبتهم في العودة إلى ليبيا شريطة ضمان أمنهم. وفاء مبدأ هي مواطنة ليبية فرت من ليبيا إلى تونس منذ عام 2011 بعد دخول الثوار إلى مدينة طرابلس، ومنذ ذلك الوقت تعاني وفاء ظروفا إنسانية صعبة وحياة غير مستقرة، خاصة بعد عودة أبنائها إلى ليبيا وتركها وحيدة في تونس نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة. أطلعنا أنا وعائلتي، وإلى الآن أنا موجودة في الشقيقة تونس، لكن صغاري طبعا روحوا، ظروف المعيشة صعبة. 6 سنوات من الحياة غير المستقرة دفعت وفاء إلى العمل بالحرف اليدوية كالفخار والزجاج وتصنيع الحلى النسائية لتغطية نفقات معيشتها في تونس. وقعدت نشتغل على شغل الارتزانة، يعني الحرف اليدوية، منها الخدمة على الفخار، منها الخدمة على البلار يقولوا هم، يعني احنا نقولوا مرش، منها الاكسسوارات النسائية. وعلى الرغم من مرور فترة طويلة على استقرار مئات العائلات الليبية في تونس نتيجة التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد،
إلا أن عددا كبيرا منهم لم يتلقى حتى الآن بحسب ناشطين حقوقيين أي مساعدات إنسانية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. تواصلنا مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مكتبها في البحيرة ولا شيء بيدهم. آخر ما كانت الإجابة أنهم يعملون على الداخل ولا يعملون على الخارج. وفي ظل غياب أي إحصائيات رسمية عن أعداد الليبيين المهجرين في الخارج، شددت مؤسسات حقوقية على ضرورة إعداد جداول لإحصاء المهجرين وتحسين أوضاعهم الإنسانية وشرعنة وجودهم في البلد المستضيف وسرعة إدماجهم. لا نمتلك أي أرقام حقيقة نهائية، يعني حتى الجهات الحكومية تعطي أحيانا أرقام مختلفة، ونحن نسعى إلى نشر الوعي بفكرة ضرورة اعتماد يعني إحصائيات ووضع قواعد بيانات من أجل تحديد عدد الليبيين والليبيات المتواجدين في تونس. وفاء ختمت حديثها بجملة واحدة بيّنت من خلالها أن العودة الآمنة إلى ليبيا تمثل حالياً الحلم الرئيس لجميع الليبيين المهجرين بالخارج، داعية الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات تسرع عودتهم بشكل آمن إلى ليبيا. فاز الشاعر والروائي الليبي هشام مطر أمس الاثنين عن روايته العودة بجائزة بوليتزر الدولية التي تقدمها سنويا جامعة كولومبيا في مجالات الأدب والموسيقى والصحافة. وقالت وكالة رويترز للأنباء إن مدير الجائزة مايك برايد ليل أعلن عن فوز مطر في فرع السيرة الذاتية المؤلفة باللغة الإنجليزية تتناول رواية العودة سيرة المؤلف الذاتية وعودته إلى ليبيا بعد 30 عاما قضاها في الخارج بسبب خلاف والده مع نظام العقيد الليبي معمر القذافي. المزيد من الأخبار مشاهدينا يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تي في على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب. شكرا على حسن المتابعة في أمان الله.